طبعا ما زلنا مستمرين في الحديث عن التعنيف ضد المرأة. خلونا نرحب بضيفنا بالاستوديو الدكتور فهد المنصور. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا فيك. هلا بك فهد. دكتور، اول شيء خلينا بس نسأل، في حالة تعنيف الزوج لزوجته، هنا كيف تتصرف او وين تروح؟ عادة يتم التقاط هذه الحالات في عدة اماكن، اولها مثلا المستشفيات، لانه بعض الحالات العنف تكون فيها اصابات جسديه تستدعي يعني حضور المراه الى الاسعاف والطوارئ في اي مستشفى، او حتى اذا استلزم الامر ان تكون في حاله نفسيه سيئه ان تذهب الى احد المستشفيات النفسيه، فيتم اكتشاف هذه الحالات في المستشفيات. كذلك في كل دائره حكوميه كما يعني حث عليه النظام ان يكون في كل مركز شرطه هناك منسق للحمايه من العنف والايذاء، المدارس ايضا كذلك سواء المدارس الثانويه او الابتدائيه هناك ايضا منسق لحمايه من العنف والايذاء، يتم ابلاغ هذا المنسق وبالتالي يتخذ الاجراءات كما هي حسب النظام بالابلاغ للجهات العليا في لجان الحمايه التي تتبع لها هذه الدائره، وبعدها يتم اجراءات طويله تنتهي بحمايه هذه المراه من المعنف سواء زوجها او احد اقاربها. جميل. نعم دكتور، بس خلينا لانه عندنا الان تقرير خلينا نتابعه احنا وياك مع بعض. طبعا هذه قصه سيده تعرضت للتعنيف في جده او من جده، كان عندها ابن وحيد وبنتين. صحيح. عانت من تعنيف زوجها فاضطرت انها تروح لجده. خلونا نتابع التقرير واكيد راجعين مكملين مع الدكتور فهد. أسناني كان يضربنا وكان يضرب عياله لأنه مدمن مخدرات. بداية حياتي قد لي معه 21 سنة، كنت في معناه ما يعلم به إلا ربي. كان يضربنا، كان يودينا في أماكن مهجورة، كان يضربنا، كان حطمني وحطم عيالي، كسر أسناني من كثر ما كان هو مدمن مخدرات. كان يسوي المستحيل عشان يحصل الأدوات هذه اللي يأخذها حقة المخدرات، وهذه إذا ما حصلها قام علينا حين يا أهله في البيت يضربنا، تعنف علي وعلى عيالي. متحملة الألم عشان عيالي، كان يهددني بعيالي لدرجة أني ما أدري إن في ناس اللي بيبنعني من أذى. ما عندي لا دخل ولا عندي أي حاجة. كنت أول ما جيت هنا كنا نفرح يا طول العمر لما قال الله أكبر عشان أدخل أنا عيالي في المسجد قسم النساء عشان المكيفات. يعني جاني ظروف صعبة أول ما جيت هنا في جدة، لدرجة أني أتمنى أن معي ريال أخذ فيه شيء أكل عيالي فيه. من كثر ما بكيت جفت عيوني، ما عاد قدرت حتى أشوف منها، جفت من كثر ما من كثر ما يبكي، ولا حد فكر فيني ولا حد شاف الظروف اللي أنا فيها. بيتي فاضي، لا مكيفات لا مأوى لا شيء، يعني ترتاح نفسيتي انا ويا عيالي فيه. مع كل ابو هذه مظلومه من قبل ولدي، محرمته من شوفته. يحسبي الله على ما خذا مني، حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. للأسف تابعنا هذا التقرير مع بعض وشفنا حالة بعض المعنفات بعد ما يطلعوا من بيوت رجالهم أو معنفينهم. طيب دكتور، يعني شفنا مع بعض هذا التقرير مؤلم، كانت عايشة في بيت واضح من برا أنه البيت هذا كان جميل، لكن كان من الداخل تتعرض للعنف هي وأبنائها، وكان يتعاطى أشياء ممنوعة وما إلى ذلك. طلعت وسائل العيش لا، أنا أقصد على البيت اللي كانت فيه أيام زوجها، طلعت راحت لهذا المستوى.
عندكم ايش ممكن تقدموا للمعنفات؟ ايش الاشياء اللي ممكن احنا نساعد فيهم هذه الفئه؟ تمام. في البدايه هي اول خطوه هي اكتشاف هذه حاله العنف، لانه كثير من حالات العنف للاسف لا تكتشف. صح. الى عهد قريب في المملكه العربيه السعوديه لم يكن هناك ايضا اي نظام يحمي السيدات او المعنفات من ازواجهن او من ونتبع انت ومالك لابوك اذا كانت المعنفه من اهلها من اخوانها او بقضايا مختلفه يعني قضايا الشرف وغيرها. الان اصبح لنا في نظام يعن او يجرم العنف تجاه المراه، وللاسف انه نصف حسب المركز الاستطلاع في المملكه النصف السعوديين لا يعلمون ان هناك مركز لحمايه المعنفات في المملكه، فهذه نوع وما تقدمونه اليوم احد الاسباب التوجيهيه والتثقيفيه لنشر ثقافه التبليغ عن حالات العنف، لانه احيانا عندما تصلنا بعض حالات العنف نجد ان هذه حالات العنف متراكمه، بدات صغيره وتراكمت حتى وصلت الى حالات لا قدر الله تصل الى القتل او ما الى دون ذلك. فبدايه يجب على المراه لا تتنازل عن اي محاوله لإيذاء، وان تبلغ الأقرب لها إذا كان مثلا من زوجها أن تبلغ مثلا أهلها، وأهلها يتصرفون ويحلوا المشكلة وديا إذا كانت المشكلة بسيطة، أم بعد ذلك يتم إبلاغ الجهات الأعلى وهي مراكز الشرط وتقديم بلاغ لهذا الجهات هذه ترفع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجان الحماية من العنف وإيذاء، وتتخذ الوسائل بعد التحقق الكامل، وهذه نقطة أساسية أنه تتحقق اللجان هذه من عملية العنف، هل هذه العملية فعلا حقيقية أم هناك مبالغة؟ ولا بد أن نعرف أنه أحيانا تريدنا حالات بعض الناس بطبيعتهم يمارسون المبالغة، تجد أنه كلمة تضخمها أو فعل معين تضخمه، ونجدها كثيرا في بعض الحالات بعض المضطربات نفسيا كمثال عندما يحاولون أهلها السيطرة عليها حتى يذهبون بها إلى المستشفى وهي في حالة غير سوية في هذه اللحظة، يكون لك بعض الكدمات البسيطة لأمر يبغى يشيلونها ويدونها المستشفى. فلما تأتي هذه المريضة وهذه المضطربة نفسيا فتقول أنا أهلي ضربوني، وتقوم القيامة، وعندما التحقيق في اللجان وتعمل اللجان في التحقق من هذا الأمر نجد أنه الإجراء اللي تم هو إجراء لمصلحة المريضة وليس إجراء ضد المريضة، فبالتالي حدث بعض الأشياء يعني ربما تسبب بعض الأذى. دكتور فهد اسمح لي أسألك، يعني إحنا يمكن أكثر من سلط الضوء على العنف اللي هو بالضرب، ما نركز على العنف النفسي وهو يعني أبقى ويوجع وفعلا يعني الضربة تروح معلش يومين ثلاثة وتنتهي، لكن الأذى النفسي العنف النفسي اللفظي الإهمال كذلك الإهمال، هذه الأشياء كيف الواحدة مثلا تقول لك والله طبيعة زوجي ما يسأل عني أو ما يهتم أو ما يصرف، كثير ممكن يبرر بهذه الطريقه، لكن هو ايش قاعد بيسبب لها من تراكمات؟ صحيح. في المملكه العربيه السعوديه حسب المركز استطلاعات بينت ان 47% هذا الرقم 47% من حالات العنف تجاه المراه هي عنف نفسي مثل ما ذكرتي، اما بالفاظ اما بتقليل من الشان اما بحرمان عاطفي وغيرها من كثير، وهذه الضغوطات النفسيه يعتقدها البعض انها سهله لكنها تترتب عليها أمور أخرى مختلفة وتكون أحيانا مضادة لهذه الزوجة أو هذا الزوج. ما ذكرتي أيضا كذلك الإهمال، كثير من النساء مثلا يعاملن بإهمال شديد سواء إهمال عاطفي حقوقهن أو حتى الأشياء الأساسية في الحياة، تجدون الزوج لا يصرف عليها لا يعني يمارس معها كثير من الأساسيات في الحياة، مثلا يخرجها للتنزه أن يشتريها ملابس أو غيرها وغيرها من الاحتياجات. لا يطلعها بس أنه خليه على الأقل ألفاظ يحترمها. حتى خلوه ودود العشرة دائما. طيب دكتور فهد احنا تكلمنا عن لو كانت المرأة هي عندها مشكلة نفسية، لكن احنا خلينا ناخذ الموضوع من ناحية ثانية، لو كان الزوج هو عنده مشكلة نفسية ومع الأسف الشديد حتى لو كان الزوج ما عنده مشكلة نفسية وصار البحث والتحري والتقصي قالوا أكثر شماعة في كل المشاكل الاجتماعية والنفسية والقضائية جميع أنواع المشاكل اللي تتخيلها، وأتوقع أن الكل يتفق معايا صرنا بنعلق على شماعة عنده مشكلة نفسية عنده اضطراب نفسي، مثلا زوج ضرب زوجته قالوا مرض نفسي، اب اغتصب بنته قالوا مرض نفسي، رجل يعني ضرب رجل اخر قالوا مرض نفسي، اصبح المرض النفسي هو شماعه. لا يعرف الكثير ان المرض النفسي ليس يعفي عن العقوبه بالضبط. في فرق هناك بين الاعتلال النفسي وهناك فرق ما بين المعفى بسبب مرضه النفسي الذي لا يستطيع السيطره عليه. لو تسمح لي بس على هذه النقطه، هو فعلا يكون اضطراب نفسي، يعني هو الشخص اللي يسوي كذا شخص مش طبيعي، شخص عنده اضطراب نفسي فعليا، بس زي ما قلت
المرض النفسي أو الاعتلال النفسي ما هو شماعة أنه إحنا نعلق عليها كل دي المشاكل. صحيح. يعني لازم يعاقب. صحيح. سواء كان أب سواء كان زوج. أغلب الاعتداءات ضد المرأة تأتي من أناس مضطربين في شخصياتهم، أي عنده شخصية العنيفة، الشخصية المضادة للمجتمع وما تسمى السيكوباثية. بالضبط. أيضا استخدام مخدرات بأنواعها يكون أحد الأسباب، أحد أسباب العنف ضد المرأة، لأنه الإنسان لما يستخدم مخدرات وليس أيضا يعفى من التجريم، ولكنه عندما استخدم هذه المواد لا يستطيع السيطرة على أعصابه وانفعالاته. كثير ما أيضا ما يسمى بتتبع العادات والتقاليد البائدة القديمة، أنه الرجل كلمته لا تعصى، أو أن الرجل أو المرأة ليس لها حقوق، وهذه في مجتمعات معينة موجودة، وهذه أيضا من الأشياء الرئيسية في الأسباب، أنه يعتقد الرجل أن هذه المرأة هي ملكه، فله الحق في أي تصرف وأي كلمة يقولها. أحيانا بعض النساء لا يعني نبرئ ساحة بعض النساء، لأنه بعض النساء تستفز الرجل. أيوة. تستفز الرجل بكلمات وتلمس بعض النقاط التي تستثير الرجل، ورجلها وتعرف أن رجلها عارف زوجها عصبي وانفعالي، فهي تستثير أحيانا ويقوم بردة فعل لا تبرر أيضا كذلك ردة فعل. مهما كان دكتور فهد بالضبط ما هو مبرر أنه هو يضرب. نعم. إحنا ما نقدر نقول على كل ذكر رجل، الرجل الحقيقي فعلا حتى لو استفزته زوجته ما رح يمد يده عليها أو يغلط عليها لفظيا. في ساعات خليني أتدخل معك بدأ الموضوع. فضل. عبير واسمحي لي إذا توافقني دكتور، في ساعات المرأة تجيك مستفزة لدرجة أنها ما ترتاح إلا لما يضربها زوجها، وهذه حالات معلش هذه حالات شفتها وسمعتها، لو ما سمعتها قلت لك، بس سمعت تقول لك ما ارتاح الا لما يضربني ضربها. هي طبعا تجي تبلغ عنه. هذه مش معنفه، هذه تجي تبلغ عنه. تيجي تبلغ عنه عبير كمان، هذه زي ما قال الدكتور الشخصيه هذه عندها سايد انه هي ماسوشيه، هي تحب تتعرض للعنف، هي تحب تنضرب. هو في جزئين طبعا، جزئين، الجزء الاول ما ذكرت الاستاذ انه ممكن يكون فعلا بعض النساء عندهم الشخصيه الماسوشيه اللي هي تستلذ بالتعنيف والضرب، وهذه موجوده في علم النفس وموجوده عندنا ايضا. بعض الشخصيات ما هو ليس بالضروره ان تكون مثل هذه الشخصيه، ولكن شخصيه مثل ما ذكرت هي شخصيه مستفزه، نشوفهم في العياده عندنا زوج وزوجته تستفزه امام الطبيب باستفزاز، انت تشوف انه هذا الدائره امام رجل غريب بالك في مكان ربما في البيت. تشعر بامان لانك موجود يا دكتور، فلهذا السبب هي ممكن تسيطر على الوضع وتفرد عضلاتها. بالضبط. يعني لكن دكتور فهد لو تسمح لي اقول لك اخرا، يعني اخر حاجه اخر لقائي معك، متى يجب على المراه ان تقول كفى؟ عندما تحافظ على حقوقها، عندما تعرف كيف ان تبلغ عن اي اذى، كيف ان تفرض مساحه من الاحترام على علاقتها الزوجيه، وهذه نقطه كثير من النساء لا يوجدنها، أن كيف تفرض احترامك على الزوج بحيث أن الزوج أصلا لا يتعدى هذه المساحة من الاحترام، أن تقدر الزوج أيضا ولا تستفزه، وأيضا تعطيه كل حقوقه، وبالتالي سيأتيها ما سيأتيها من التقدير والاحترام. صحيح. دكتور فهد المنصور احنا نشكر تواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. مشاهدينا التبليغ لأي حالة على عنف ضد عنف المرأة تقدر تبلغوا على الرقم المتواجد على الشاشة 19 19، تواصلوا يمكن تقدروا تنجدوا أي حالة. احنا الحين نطلع فاصل بس أكيد مكملين معكم.